السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة هناخد تاني حصة من حصة السايلان. ياريت اللي قبل كده يتذاكر علشان نتمكن من القراءة والكتابة، ومع التكرار الكلمة بتتحفظ. صدقوني انا ما بعرفش احفظ، انا دايما بفهم. تكرار الكلمة وانا بكتبها بيخليها خلاص تثبت، اعرف ان الحرف ده لما بيجي وراء الحرف ده بيبقى سايلنت. هناخد النهاردة تاني حصة من السايلنت، وياريت اللي ما شافش الحصة الاولى يرجع لها ويشوفها، لانها مهمة جدا وهتمكننا من القراءة والكتابة. حبايبي انا مبسوطة جدا بالتعليقات ومبسوطة جدا بالتشجيع، وياريت تدعموني اكتر، وياريت نشير اكتر علشان الكل يستفيد. ياريت اللي يدخل يعمل لايك، يكتب لي اي حاجة عايزة في الكومنتس، يدوس الجرس علشان اقدر اديكو اكتر واقدر ابذل مجهود وانا مبسوطة. يلا بينا نشوف النهاردة حصة السايلنت. النهاردة هنبدأ في السايلنت ليترز. خدنا أول حصة حرف الـ A والـ B والـ C. النهاردة هناخد حرف الـ D والـ E والـ F والـ G. السايلنت يا جماعة من الحاجات المهمة جدا جدا واللي هتنفعنا في قراءة الإنجليش. وزي ما قلت قبل كده، القاعدة مش 100% ممكن الحرف يبقى سايلنت في كلمة وكلمة لأ، بس ده الثوابت أو الأساسيات. عندنا النهاردة هناخد حرف الدي. في كلمات ما بيظهرش فيها حرف الدي أو بيبقى سايلنت، مش بيتنطق، زي كلمة Wednesday. Wednesday الأربعاء، هنا الدي يا جماعة سايلنت ما نطقتهاش، ما حدش يقول ويتنس داي. وينس داي. هانسام، هانسام يعني وسيم. هانسام، هانسام يعني وسيم. هانكر تشيف، هانكر تشيف اللي هو المنديل، وفي كلمة تانية مشهورة اللي هي تيشو، المناديل برضو. يبقى هانكر تشيف، هانكر تشيف. كلمة شطيرة أو فطيرة احنا في اللغة العربية بنقول عليها ساندويتش، ممكن الشطيره او الساندوتش عموما يعني، بس في الامريكان انجليش ما بنقولش ساندوتش، لا بنقول ساندويتش، ساندويتش، ساندويتش. الدي ما بيبان لهاش فويس، ساندويتش. وبالنسبه للامريكان انجليش هتلاقونا يا جماعه مع الحصص انتوا في كلمات كده اخدتوا على نطقها، خلاص عرفت ان الحرف ده ممكن يتنطق كذا وممكن يتنطق كذا، فهتلاقي الموضوع بقى سهل عليكم. عندنا بيقول لي ان حرف الدي لما بيجي بعديه جي اي برضو مش بيظهر حرف الدي، بس يا ميس احنا يعني بنلاقي فيه فويس دي كده، لا ده بيبقى خفيف جدا مش بيبقى ظاهر. يعني لو سمعتوا افلام اجنبي او ناس اجانب بيتكلموا بتلاقيهم بيقولوا فارج، فارج، ما بيقولوش فارج، لا فارج، فارج، فارج يعني تلاجة. فارج، فارج، فارج يعني كوبري. جادج، جادج، جادج يعني فاضي. بلج، 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 شوفوا ما قلتش بلج، لا بلج يعني يتعهد. بلج، بلج. يبقى كده حرف الدي ما بيجي سايلنت في مجموعة الكلمات دول، وبيجي سايلنت لما بيجي بعديه حرف الجي والإي. عندنا حرف الاي يا جماعة من الحروف الفاول، يعني من الحروف المتحركة. امتى مش بنطق حرف الاي؟ لو جه في الكلمة معايا حرف متحرك تاني وجه حرف الاي في اخر الكلمة مش بيتنطق. وهتلاقي في كلمات في اللغة الانجليزية كتيرة جدا، زي كلمة بيك، زي كلمة لايك، زي كلمة لاف، هتلاقي الكلمات دي كلها فيها حرف الاي في اخر الكلمة ومش بيتنطق. وعشان كده حتى الاطفال الصغيرين كتير بينسوه في الكلمة من الاخر، في الاخر. فعندنا كلمة تابل، تابل، الفويس بتاع الاي ظهر لكن الاي ما ظهرش. تابل، تابل. كلوز يعني يغلق، كلوز، كلوز. عندنا كلمة لاين، خط، لاين، لاين، ما نطقناش الإي. عندنا كلمة ليك، بحيرة، ليك، ليك. جون، جون، شهر يونيو، الإي هنا في سايلنت. كايت، 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 طائرة، الإي هنا سايلنت. هتلاقي كلمات كتير جدا في اللغة العربية الإي في آخر الكلمة مش بتتنطق. أمال الإي بتتنطق لو في كلمة ما فيهاش حرف متحرك، الإي بتتنطق في آخر الكلمة، زي هي، هو، هي، شي، هي، شي، مي، أنا، مي،
بي أكون بي بي يبقى عندنا خدنا حرف الدي والإي وعرفنا الحروف السايلنت أو إمتى بيجي سايلنت. بعد كده عندنا حرف الجي، حرف الجي، حرف الجي بيجي سايلنت يا جماعة، ودي قاعدة كده، لو جي بعديها الان، لو جي حرف الجي بعديها حرف الان بيجي سايلنت. وحرف الجي اتش طبعا واخدينه قبل كده، لو جت جي اتش وبعديها تي بيجي سايلنت. عندنا حرف الجي لو جي بعديه ان زي كلمة ساين اشارة، ساين ساين، الجي سايلنت. ديزاين 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 يعني تصميم برضو سايلنت. ريزاين يستقبل، ريزاين 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 يعني يستقبل. فورين فورين، او حد يقول فورجن تبقى غلط، الجي هنا سايلنت مش بتتنطق. فورين 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 يعني اجنبي. الين الين ألن يعني يحازي. يبقى قاعدة الجي لما بيجي بعدها إن دايما الجي بتيجي سايلنت، وقاعدة الجي اتش لما بيجي بعدها تي بتبقى سايلنت، وخدناها في كلمات كتيرة زي كلمة صط الباست بتاع سينك، عندنا جي صط الجي اتش هنا سايلنت. زي كلمة بط اشترى، بط بط اهو الجي اتش سايلنت. يبقى عندنا الجي لما بتيجي بعد الاتش والتي بتبقى سايلنت. يبقى الان الجي عرفنا امتى يجي سايلنت. اخر حرف معانا النهارده هو حرف الاتش، وحرف الاتش خدناه قبل كده بيجي سايلنت لما بيجي قبليه حرف الدبليو، لما بيجي قبل حرف الاتش دبليو بيبقى سايلنت. يعني ايه؟ يعني وات، ما نطقتش الاتش هنا، وات وايت ما نطقتش الاتش يعني ابيض. وير 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 يعني اين. ويل 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 يعني سمكة الحوت. وين 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 يعني متى. ويتش ويتش ويتش، شوفوا الفويس بتاع السي اتش تش، ويتش الاتش هنا سايلنت، يعني ايهما، وبتيجي للمقارنة او للاختيار التفضيل بين اتنين. واي 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 يعني لماذا. وعندنا برضو في يبقى حرف الاتش لو جه بعد دي بعد حرف الدبليو الاتش سايلنت. امال يا جماعة برضو نفس القاعدة، لو الجي اتش جي بعدها تي، لو الجي اتش جي بعدها تي الحرفين جي اتش بيبقوا سايلنت. يعني زي كلمة تايت ضيق، تايت الجي والاتش هنا سايلنت. تايت. لايت لايت يعني النور او الضوء. نايت نايت يعني الليل، نايت. وعندنا في كلمات زي كلمة هاي الجي والاتش سايلنت، رغم ان ما جاش حرف التي، بس دي من الكلمات اللي الجي والاتش فيها سايلنت. من الحاجات المهمة جدا جدا السايلنت زي ما قلت، وهينفعكوا جدا جدا في القراءة، وصدقوني هيفرق معاكوا قوي قوي في القراءة. اشوفكوا الحصة الجاية ان شاء الله، اللي يشوف الفيديو يعجبه ما ينساش يعمل لايك شير سبسكرايب. باي باي.